قال وانا قاعد بـ 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 بكشف والله العظيم اقول لك كده قاعد بتفرج على الموبايل لقيت والله شوال الرز يضرب من جديد يضرب من جديد ولكن من بوابة المخابرات. الراجل الحقيقة رجع يحط رجله على رجله في وش أي حد في وش الكل وينفذ صفقات مع الشركة المتحدة. تركي الشيخ يبحث تنفيذ شراكة ثلاثية مع وزارة الثقافة والشركة المتحدة في المسرح والسينما والغناء. الصورة اللي انت شايفها دي حضرات صورة مع أسوأ وزيرة ثقافة جت في مصر. زمان جالنا وزير ثقافة اسمه مش مهم اسمه ايه عشان قرايبه ما يزعلوش يعني، بس كنا نقعد نقول عليه يا جماعة الراجل ده علاقته بالموضوع. ثم بعده جه فاروق حسني، او بعده يعني بعده جه فاروق حسني، فقعدنا نقول طب كويس فنان تشكيلي بقى وعنده طموحات، عمل حاجات فاروق حسني مهمة قوي في الثقافة بصراحة يعني للأمانة يعني. لكن جات لنا بقى ايه بعد ثورة يناير كده جم مجموعة كده من اول الاستاذ عماد الدين ابو غازي له منا كل التحية والتقدير، لصبر عرب، لمش عارف جابر عصفور، يعني ناس كتيرة جت، بس لم يكن في الدكتور عبد الواحد بتاع هيئة الكتاب او دار الكتب لم يأتي على وزارة الثقافة، وحتى عبد الحميد رضوان لم يأتي على وزارة الثقافة وزير افشل من نيفين الكيلاني. فالصورة اللي انت شايفها دي صورة لمدام نيفين الكيلاني في موقع وزارة الثقافة واحد شارع شجرة الدر. انا استسمحك او استحلفك بالله العظيم يا اخ بيبو انك تجيب لي صورة الفيديو بتاع تركي آل شيخ وهو داخل مبنى مكتب الوزير. قسما بالله لم تحدث مع الشيخ صالح كامل ولم تحدث مع الدكتور عبد يماني، ودي أسماء خليجية كبيرة يعني، إنه يتم استقباله بهذا الشكل داخل مكتب وزير الثقافة في واحد شارع شجرة الدر. هتلاقي الفيديو سهل، ده لسه أول امبارح يعني. أنا شفت الفيديو يعني حسيت إن أنا ممكن أكون حامل لأن نفسي غمت عليا. إيه ده؟ ليه بيستقبلوه كده؟ يعني ليه الزيطة دي؟ تلاقي الفيديو، بس هات فيديو استقبال في تركي آل شيخ في وزارة الثقافة، حاجة تتعب الروح والله. اتفرج كده بس، جبته ده فيديو سهل يا جماعة، ده انت لو مديتك على هو ده يلا بقى، لا هاته من اوله الله يخليك من اوله، سيبك من النبي، ايوه لا من قبل الحتة دي بشيرين في قبل، لا في واحد دي بقى ليه كانوا بقى مستنينه جوه بيصوروا من جوه من جوه الفيلا، وهو داخل وداخل ناس قبله وهو نازل، حاجة جامدة جدا. حقيقة استغربت ليه كل الليلة دي عشان مين يعني؟ ده في الآخر شوار رز، ده كان فيه قامات والله في الخليج، قامات تهز جبال ما كانش بتعملها لما الفيلم ده تصوير وكاميرات وبتاع وتركي آل شيخ، ايه الجو ده؟ ايه الجو ده؟ وفي الاخر قعد مع نيفين الكيلاني وهي استقبلته في المكتب وعادي جدا، سياده المستشار. المهم يعني عمل هو شراكه مع الشركه المتحده، المتحده نفسها دي اللي كانت بينا وبين شاهد، منصه شاهد اللي هي تحت سيطره تركي آل شيخ، كانت في مشاكل وكانت بتمنع فنانين يمثلوا زي ما بيقول اهو، المتحده وشاهد صراع المجموعه ومنصه العرض. المتحده بقت شريكته دلوقتي، اللي هي كانت بتمنع ناس وبتاع يعني هي كانت منصه عرض، هي لازالت موجوده شاهد يعني. بعد كتير من الصدمات المتتاليه بين تركي الشيخ والنظام اللي بدات او كانت بسحب استثماراته من الرياضه في مصر، فاكرين لما خبط مع جمهور الاهلي ومع الخطيب، وجمهور الاهلي رفع الشعار الذي سيظل خالدا، تركي الشيخ طال عمره تركي الشيخ اكمل انت ما بين سطور. انسحب هو استثماراته في الرياضه في مصر، وده ريحنا الحمد لله منه يعني. ده غير الشرشحه وحاله الهجوم اللي قادتها المخابرات ضد تركي، زي ما قالت جريده الاخبار اللبنانيه في يناير 22،
المخابرات المصرية الساخطة على آل شيخ شوال الرز يتجاوزنا. كان في شباط 22 تمام؟ وقالت ان في حملة بيتعرض لها، لكن المشاكل او الفضيحة بتاعت امال ماهر واختفائها هي اللي كانت بقى مسار جدل لما طلع هاشتاج امال ماهر فين ودعوات لكشف مصيرها. ادي قدامك. انما بعدها بايام تظهر امال ماهر والشركة المخابرات كيادة بتكيد في تركي آل شيخ تعمل لها حفلة في العالمين ما شافتهاش الست ام كلثوم. فاكرين الحفله دي؟ فاكرين؟ فاكرين البوسترات دي والبانرات دي لما غرقت مصر وقالت بقى اهو تذكرتي هي عوده ملكه الغناء، استعدوا الليله لملكه لملكه الغناء. المهم يعني وراحت عملت لها حفله انا علقت عليها هنا على الشاشه دي. حفله بقول لك الست ام كلثوم ذات نفس شخصيتها ما شافتهاش، حيث شاشة فيديو فظيع جدا لد ما شاف عمرو دياب نفسه ما شافوش، كانت كياده بس في مين؟ في تركي. المهم قول راحت ايام وجات ايام وما طولش عليك، قول طول. رجعت امال ماهل عشان الراجل يرجع مرفوع الراس، هو ما عندوش راس يعني، كان لازم بقى ننظف اخر فضيحه ليه اللي هي فضيحته مع امال ماهر. فتطلع امال ماهر تمسك فوطه وجلانس بتاع الازاز ده تلمع في الزفاره اللي هي عملتها لتركي، فتطلع تقول بقى انه خطفني. خطفني ايه؟ ده اللي خطفني الهوا. اسمع، من فتره انا قلت انا كويسه ومفيش اي مشكله، ودي كانت مجرد اشاعات وبتحصل كتير جدا، بس هي يمكن كانت بزياده شويه المره دي، بس بحقيقه لا الحمد لله الحمد لله انا بخير. يمكن دي المطربه الوحيده اللي طلع عليها مخطوفه. لا مخطوفه واتجوزت ولا كتير حاجات كتير طلعت يعني حاجات كتير. بنات كتير كده من سني بيغيروا مني. ايه طيب ما اتخطفتيش ولا حاجه؟ طب امال الفيديو اللي طلعت فيه وقلتي انا معلش وبشكر الجمهور دلوقتي بقى الجمهور اللي كان قلقان عليكي حاجات كتير؟ لا ده طلعت بقى كمان قالت لك انا ارحب بالتعاون مع تركي. اسمع، كلميني عن علاقتك الفنيه بالمستشار تركي آل شيخ. والله كان عندنا علاقه فنيه وعندنا نجاحات كتير جدا، وان شاء الله باذن الله يحصل نجاحات قادمه باذن الله. اغاني وكلمات ان شاء الله يعني احنا كان بينا اغاني ناجحه جدا يعني كتير. طبعا كتير. الفترة اللي جاية دي ممكن نشوفك في موسم الرياض، ممكن نشوفك في المملكة. أكيد إن شاء الله طبعا. يعني وسط كل النجاحات دي برضو نحب نشوف أمال ماهر هنا. أكيد إن شاء الله. أكيد بشرف. إيه يا أمولة؟ طب إيه يعني؟ ولا وطلع مع مين؟ مع المسوق الدعائي لكل مشاريع. يعني لو في واحد مواطن سعودي غير كاوتش عربية عمرو أديب بيطلع بيتكلم عنه. لو واحد ركب جنوط جديدة لعربيته عمرو أديب بيطلع فيه مواطن سعودي ركب جنوط طلع معاه بقى. فهو ما اختارتش مثلا خيري رمضان اللي هو الكاسيان ده، ما اختارتش وش الدرج نشأت، ما اختارتش البدنجانة أحمد موسى، إنما اختارت الأقرع ملك الدعاية السعودية فقط عشان تطلع معاه، عشان تتكلم على تركي وتنظف بالجرانس، تنظف اخر دهون كانت على شباك مطبخ تركي. وطبعا كان في بقى ورا الأكمة ما وراءها. ما هو الطلعه دي مش كده. انا هقول لك على انا هغشك يا ابن عمي. الطلعه دي يا حضرات كانت تسبقها بقى قعدات وناس راحت وناس جت وعزومات وكلام واتصالات عشان تطلع تحقق الشرط الاخير. عشان اعمل لك كل ده تطلعي مع عمرو اديب وتقولي عني كلام كويس وتلعبي دور الاستاذ نور الدمرداش في فيلم عنترة ابن شداد للاستاذ نيازي مصطفى، لما كان يطلع يقول والله هذا يا ولد، يتكلم على العريس اللي جاي العبله. فهي بقى طالعه تقول لا ده بيننا نجاحات لا ده طلع مش بينهم بقى نجاحات، ده طلع بينهم مشاريع موجوده اصلا. من ضمن المشاريع دي يا حضرات، وعلى فكره في المشاريع دي
في حاجة كبيرة جدا تركي هيعملها الأمال ماهر، في فيلم عن أم كلثوم، فيلم لست أم كلثوم. ده أنا مش عايز أقول لك بقى، أقول لك خد تفاصيل الفيلم. الفيلم هيتعمل، هتقول لي علاقة أمال ماهر بأم كلثوم؟ هتلعب هي دور أم كلثوم؟ لا، الفيلم في كلام كده بيتقال إنه هيجيبوا الست منى زكي تلعب دور الست أم كلثوم. والفيلم طبعا بنتكلم عن مغنية، فالمغنية دي لازم يبقى فيها يعني سيرتها مليانة أغاني يعني، ودي الست أم كلثوم التي لم تتكرر حتى الآن، لا هي ولا فيروز، كله تكرر بس الاثنين دول تحديدا ما تكرروش. مين بقى اللي هيغني الأغاني؟ هو ده اللي هيغني الأغاني، الست أمال ماهر. فإذا منى زكي مستخدمة في القصة دي عشان تخدم على الحب العذري اللي ما بين تركي وبين أمال ماهر. الغريبة إن منى زكي لا تصلح لأداء الست أم كلثوم، مش بتكلم لنا كممثلة، تصلح طبعا لأي حاجة يعني، لكن جسمانيا وصوتيا ما تصلحش، وده اللي آثار استغراب الكاتبة والناقدة ماجدة خير الله. ماجدة خير الله قالت يعني، نشوفها قالت ايه استاذه ماجدة خير الله كده عشان ما حدش يقول لك انت ممرور من تركي. اسمع، ده بوست الناقدة السينمائية المشهورة ماجدة خير الله، بتقول منى زكي حققت في الفترة الأخيرة نجاحا فنيا يضاعف الصدارة من خلال مسلسل تلفزيوني تحت الوصاية وفيلم سينمائي رحلة 404. أخشى عليها من مغامرة أو مقامرة أداء شخصية أم كلثوم، فهي تختلف في المواصفات الشكلية تماما عن كوكب الشرق، بالإضافة لأن صوت أم كلثوم في الأحاديث العادية كان صوتا رخيما مميزا وبعيدا تماما عن صوت منى زكي. ثم أن تجربة تقديم سيرة ذاتية لأحد أساطين الفن أو الأدب لا تصادف نجاحا في أعمالنا الإبداعية إلا فيما نظر. وأعتقد والله أعلم أن فكرة تقديم فيلم عن أم كلثوم في الوقت الحالي تفتق عنها ذهن مسؤول الترفيه، وطبعا اللي هو تركي سوف يستعين بصوت أمال ماهر لتقدم أغاني أم كلثوم، ويكون المشروع كله عربون صلح ملناش دعوة به، ويساورني الشك في احتمالات نجاحه فنيا حتى لو استعانوا بكل وسائل الدعاية الممكنة والغير ممكنة. جبتش أنا كلام من عندي؟ الله أعلم.